يبقى الولد يكون يشعر بأن الأبوين بأمش الحاجة إلى بر وعطف، لأن إذا ما أبرهم وعطفهم، إذا ما عطف عليهم وأبرهم وما قام ببرهما، ما في شك أن سيتعرض إلى عقوبة الله، لا يشم رائحة الجنة. العقوق من الكبائر. هسه قد يقول لي واحد ايش دعوه شيخنا هسه هم الابوين يعني شنو؟ هم كانوا مفكرين بنا ومربينا يجون يقضون لذتهم وفيما لو احنا نطلع ونبتلى على عمرنا. لا مو هيك، مو هيك، هو صحيح هذا المعنى صحيح، لكن انت لا تفكر بهالمرحله هاي، فكر بالمرحله اللي بعدين اذا طلعت للوجود. شوف 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 الام ايش تبتلي وشوف الاب ايش يبتلي. نص الصبح لليل دماغه يشتغل محروق، شلون يربيه؟ شلون يعلمه؟ شلون يعني يضمن له مركز كريم؟ شلون مثلا يحصل له على مكانه محترمه؟ هاي كلها هالايام هموم الحياه، مو مثل هموم الحياه السابقه، كان كل ما يفكر الوالد انه يلبسه ويعطيه طعام. الان لا، شكل اخر، الاب يتحمل هالاعباء باجمعها، الأعباء الفكرية والأعباء المادية، والأم تتحمل أعباء لا حدود لها في تربية الولد. في من بعد هالمشاكل العريضة الطويلة ايش يردون من الولد؟ يردون من الولد في لحظة من لحظات الوفاء أن يرد لهم الجميل، في لحظة من لحظات الوفاء أن يشعرهم بشيء من البر، من الإنسانية،